تعتبر الأسواق من الأماكن العامة التي يرتادها السكان يوميا لأخذ مشترياتهم ومن أجل صحة المستهلك وخلق بيئة نظيفة للتجار والمستهلكين. قامت لجنة شباب مربع واحد بحي مرسال بالدائرة السادسة بحملة نظافة بسوق الدنبي، وذلك تحت إشراف بلدية أنجمينة. وعن هذه البادرة تحدث رئيس لجنة شباب مربع واحد بحي مرسال بأن عملية النظافة لا تخص البلدية وحدها، بل أمر يهم الجميع، لذا جاء التفكير في هذا المشروع من أجل المصلحة العامة. كان أنينا شلنا مسؤولية ندفنا بخنا كل يوم نادو ماليجي كي يأكوزي ميري مافي غورس الميري يتالي فافي يتو أرانجي بخنا يسولونا فوق الشهري دول يدولو شغل آكار لبالد دونك أنينا ندورو كي أي ما تشاجين يقوموا فوق كلمان سو واسك في بخنا مارد كل غاين الغودة من واسك. أما النائبة الثانية لعمدة بلدية أنجمينة السيد عيسى سكاي إستر أشادت بالبادرة التي لم تعد الأولى من نوعها لهؤلاء الشباب، متمنية من الجميع أن يحذوا حذوهم. وفي السياق نفسه ومن أجل استقبال العام الدراسي 2019-2020 قام أعضاء نادي الأسود ساوو بأنجمينة ونادي أسود ريستيش بنظافة ثانوية فليكس إيبوي تبعتها عملية غرس شتلات في ساحة الثانوية. وفي نهاية الحملة أعرب رئيس نادي الأسود جيلو آدي بأن من الأسباب التي تركتهم لاختيار ثانوية فليكس إيبوي ردا للجميل، إذ أنها خرجت أعدادا كبيرة من أبناء الوطن من بينهم أعضاء النادي، وإيمانا منهم القيام بعملية النظافة لتوفير جو دراسي للتلاميذ. بينما مدير ثانوية فليكس إيبوي المساق الأدبي سيرفيس موندو هارانك امتدح البادرة التي قام بها أعضاء نادي الأسود، وأكد أنه سيقوم بدوره بوضع استراتيجية ولجنة للمتابعة من أجل الحفاظ على هذه الشتلات. كما قامت جمعية أفريك جرين كونكتد تشاد بحملة نظافة انطلقت من ساحة الأمة وسط أجواء مليئة بالنشاط والحيوية. الحملة التي شملت نظافة وجمع الأوساخ المرمية في الممرات لحقت شارع سولبا غونشامي ومحمد علي يونس وصولا بشارع السفارة الكاميرونية والنيجيرية وشارع جوزيف إبراهيم سعيد حتى صينية غرنبقر وشارع ديغول. إن شاء الله في أيام الجايين نمشوا نطربوا الأشجار ونمشوا نعمل سنسيبليزاسيون في المدارس، وعشان نود الرسالة للصغار وللكبار كله في مهمة الانفيرونمون إن شاء الله. للتذكير فقد دعا رئيس الجمعية كافة السكان إلى الاهتمام بالنظافة تفاديا لتفشي الأمراض الوبائية.